حادثة تسرب الغاز في العقبة دفعت عمال الموانئ لتنفيذ إضراب للمطالبة بحقوقهم، حيث أكدت نقابة العاملين في الموانئ توقف العمل في الميناء الرئيسي لمتابعة تأثير إضراب العمال على حركة انسياب البضائع. انضم إلينا عبر الهاتف نقيب وكلاء الملاحة البحرية دريد محاسنة. أهلا بك سيد دريد. بداية أطلعنا على طبيعة عمل الموانئ حاليا بعد أيام على حادثة تسرب الغاز بالعقبة. لا حقيقة بس بدي أوضح أنه الإضراب العمالي لم يحدث فقط لأنه نتيجة الحادثة، هنالك نزاع عمالي بين بعض الموظفين والإدارة، وهذا حتى انتقل لنزاع في صيغة توفيقية عم تدرس في وزارة العمل، لكن تجدد الإضراب معه حق الأخ العماير مع حادثة الكلورين. الحادثة مؤلمة ومؤسفة، وما أظنش أنه هم فقط بس العمال اللي بيبحثوا عن حل مناسب لعدم تكرار ذلك، الكل بيبحث عن ذلك. الحكومة في تحقيق فيها، أنا كمواطن طبعا ببحث عن هذا الكلام، وهنا متفقين. لكن مش معقول أنه نعطل حاليا المصالح. إحنا محظوظين أنه ما أتى للميناء بالفترة الأخيرة كان باخر السيارات وتم التداول مناولتها، سواء من بعض عمال الميناء والوكيل استأجر من الخارج، لكن بعد مدة بسيطة في عندنا بواخر غذاء وأغنام، وهاي ما نستطيع نقول إحنا مضربين ونمنع تداول بين الناس. سيد دريد، تفضل. يعني العاملون بالموانئ أعلنوا عن توقف العمل، صحيح؟ بعض منهم نعم. طيب كيف كيف أثر ذلك على عمل الميناء وانسياب البضائع؟ الحقيقة من حظنا أو من حظ الموانئ إنه ما فيش بواخر حاليا على الأرصفة، يعني في بواخر ينتظر قدومها، فيما عدا كما ذكر الأخ العماير باخرة السيارات، وهي تم مناولتها بدون صعوبة. نعم. طيب هل لمستم أي تغير في حركة البواخر القادمة إلى العقبة؟ لا، إحنا حاليا في 8 بواخر معظمها أسمدة وفوسفات، وهدول بواخر يتم مناولتها عن طريق الميناء الصناعي وليس الميناء الرئيسي اللي حدث فيه الحادثة ومن ثم نجم عنه الإضراب. نعم. طب هل هناك أي تغيير على كلف الشحن العالمية في ضوء تطورات الحرب الروسية؟ نعم طبعا هنالك تأثير وهنالك صعوبة في إيجاد البواخر. فأنا يعني مع الأخ العماير نترجى أنه هاي المرحلة مش مرحلة نزيد الصعوبات على المواطن الأردني كلفة إضافة. إحنا لا نحتاج إلى أن البواخر تصير ترمي بضائعنا في موانئ قريبة سواء جدة والسخنة لعدم وجود مناولة في العقبة، سواء تقنيا أو نتيجة إضراب العمال. هذا مش وقته اليوم. أنا المطالب اللي بيطالبوا فيها في بعض منها منطقي وحقيقي ويجب التعامل معه، لكن مش وقته هذا اليوم. نعم. نقيب وكلاء الملاحة البحرية سيد دريد محاسنة كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.